بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. معالي اللواء خالد الخودر، معالي المستشار أحمد سعيد الخليل، سعادة الأستاذ محمد الأتربي، سعادة الدكتور أسامة الفتوح، معالي الدكتور محمد كومان، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل كلمتي هذه أن أرحب بكم جميعا ونتقدم لكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان لتفضلكم بالمشاركة في هذا الملتقى العلمي المتعلق بموضوع هام وهو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ينعقد في رحاب مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية على امتداد 3 أيام. وتسعى الجامعة النائية العربية للعلوم الأمنية بتنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبمشاركة متحدثين من العديد من الأجهزة الوطنية والمنظمات الدولية التي تعتز الجامعة بالشراكة معها. ويهدف هذا الملتقى العلمي المهم إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات العربية جراء غسل الأموال وإبراز تأثير هذه الجريمة السلبي على الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما ستركز هذه الفعالية على بيان سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة والهيئات القضائية والقطاع المصرفي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين تطوير ابتكارات في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز إنفاذ القانون في هذا المجال، إضافة إلى حماية البيانات البنكية والأمن السيبراني. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، تعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من أولى المؤسسات العلمية على المستوى ليس الإقليمي فقط بل الدولي التي تمت بجريمة الإرهاب منذ عدة عقود من خلال إعداد دراسات وبحوث أسهمت في تشكيل السياسات المتعلقة بمواجهة هذه الآفة الخطيرة، كما قدمت وما تزال برامج تدريبية وأكاديمية لبناء القدرات البشرية العربية من أجل مواجهة فعالة واستباقية. وفي السنوات الأخيرة أطلقت الجامعة برنامج ماجستير النزاهة المالية، وهو برنامج يركز بالدرجة الأولى على إعداد خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع أحد الجامعات الأمريكية الرائدة في هذا المجال وبمقر الجامعة في مدينة الرياض. كما تقدم الجامعة دبلوماً عالياً في مكافحة الإرهاب، بالإضافة لمجموعة كبيرة من البرامج التدريبية القصيرة والتي تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بالوقاية والمكافحة، مستندين في كل ذلك على أفضل الممارسات التي أثبتت الدراسات جدواها في الحد من هذه الجريمة ومنع حدوثها. إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والموكل لها تنفيذ القرارات المجلس وتوصيات الاستراتيجيات والخطط المعتمدة منه، تقدم برنامج عمل سنوي حافلاً بالأنشطة والفعاليات من مثل هذا النشاط. وتعتز الجامعة في هذا الإطار بشراكاتها الناجحة مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. وفي موضوع نشاطنا اليوم، ترتبط الجامعة باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من المنظمات المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب مثل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكات هو خدمة الأجهزة الأمنية العربية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والبحثية للعاملين فيها. وقد أنشأت الجامعة مؤخراً مركز التميز في الجرائم السبرانية والأدلة الرقمية، وهو مركز متخصص يهدف إلى إعداد القدرات البشرية وإجراء الدراسات في مجال الوقاية من الجرائم السبرانية والكشف عنها والتحقيق فيها. وتمثل الجرائم الاقتصادية وخصوصاً غسل الأموال والاغتيال المالي وتمويل الإرهاب وجرائم الفدية مجالات عمل رئيسية لهذا المركز. ويجري المركز حالياً مشروعاً بحثياً بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة من قبل الإرهابيين لتجديد وجمع البيانات وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل الجامعة حالياً مع الانتربول على إصدار تقرير في نهاية هذا العام يرصد هجمات الفدية في منطقة الشرق الأوسط. ويقدم المركز بالإضافة إلى ماجستير الجرائم السبرانية برامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والكشف عن استخدامات غير مشروعة لتلك التقنيات. وختاماً أكرر الشكر والتقدير للشركاء في تنظيم هذا الملتقى
ولكافة الحاضرين والمشاركين، وآمل أن تكلل الجهود بالتوفيق والنجاح، وأن تسهم مخرجات هذا الملتقى وتوصياته في تحقيق الأهداف والغايات التي عقد من أجلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.